بس المصريين في الخارج، إخواننا اللي موجودين في الخارج المصريين، الدولة المصرية مهتمة جدا بكل طلباتهم اللي ممكن لما يقترحوا بتتاخد على محمل الجد، وبيبدأوا بالفعل إن هم يشوفوا ده مفيد بالنسبة للمصريين في الخارج فيدرسوه ويقعدوا يشتغلوا عليه. وأعتقد إن ده كان مشروع مهم أيضا اشتغلت عليه ست الوزيرة سهى جندي وزيرة الهجرة. احنا بنتكلم يا جماعة في طلبات كان مصريين في الخارج طالبينها خاصة بالسيارات، وقد كان والنهاردة مجلس الوزراء وافق عليها. خليني أرحب بسيادة السفيرة سهى جندي. سيادة السفير، سيادة الوزيرة، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا هانم، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي سيادة الوزير، اهلا بيكي. انا الاخبار دي عامله لي حاله من السعاده الحقيقه. فكره انه مصريين في الخارج كان ليهم طلبات خاصه بسيارات وعايزين ينزلوا عربيات مصر، انا مش هحكي، هسيب حضرتك تكلمينا كده بشكل بسيط وايه الشروط وامتى هيبدا التطبيق. اتفضلي. تمام يا فندم. الحقيقه هو زي ما حضرتك شفتي كده في البيان الصادر عن رئاسه الوزراء، نعم، مجلس الوزراء النهاردة أقر مشروع قرار بمشروع قانون بخصوص إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك وكافة المصاريف الخاصة بالجمركية اللي المفروض أن المصري بيدفعها، وفي المقابل ده هيبقى في مقابل أن هذه الجمارك والضرائب سيتم وضعها في وديعة البنوك، وديعة بالعملة الصعبة بالثمن ده، والمصري بعد 5 سنوات هياخد هذه الوديعة، هيقدر ان هو يصرفها بسعر الجنيه المصري في يوم فك الوديعة بعد 5 سنين. طيب انا محتاجه تبسيط في المعلومه لانه تفاصيل كتيره، معلش، واحنا محتاجين ان المصريين في الاخر يفهموا التفاصيل دي. دلوقتي هتتحط وديعه قيمتها قد ايه للي عايز ينزل عربيه؟ قيمه الجمرك ان المفروض ان اولا هذا القانون، مشروع القانون اقر من مجلس الوزراء ولسه عليه ان هو يعرض على مجلس النواب. تمام. فهو المرحلة بتاعة السلطة التنفيذية خلاص خلصت، ودلوقتي مفروض انها رايح للسلطة التشريعية لإقرار. المفروض ان اي مصري بقاله 3 سنين، اي مصري لا بقى اي مصري مقيم في الخارج، ما حددش سنوات. اي مصري مقيم في الخارج من حقه ان هو يجلب طيارة وهو او اي فرد من عيلته فوق ال 18 سنه من حقه ينزل عربيه مصر، من حقه ينزل عربيه مصر باسمه. ايوه، على ان ده يتم الدفع الجمرك.